السلام عليكم ستات الظاهر وستات تبروير. دي البولة اللي معانا في العروض بحجم البنك، دي 2 لتر، دي حجمها 2 لتر. كل بولات تبروير مكتوب عليها الحجم من تحت، حجمها 2 لتر. دي اللي معانا في العروض يا جماعة، اللي نازلة باللون البينج الجديد. انا بس حبيت اصورها لكم عشان تعرفوا القطر هنا واسع قد ايه، قد ايه هي مفرودة وكبيرة. صينية في التقديم روعة، بتحطي بيتزا، بتحطي لو فطير، لو تحطي سلطة، بتحطي محاشي، بتقدمي كحك، بتقدمي مخبوزات، والباقي بتقفلي عليه الغطا محكم دائري. دائري يعني محكم الغلق، لا يسمح بتسريب السوائل ولا يسمح بدخول اي هواء او بكتيريا. علبة بصراحة البولة دي تحفة يا جماعة، ايدي ورجلي. انا بس مصورها لكم عشان تعرفوا قد ايه هي واسعة وقد ايه هي جميلة. دي 2 لتر، اختها في العروض باللون الجديد البينك.